اليوم كانت الجلسة ديالك ما اليوم شت قاتل ولدي الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غنقول حسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبة حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة اللي كتبرد عليا بشوية. شنو نقول لك؟ نبدا يدك سمعنا كنتي قلتي فاش مشيت تصرف قلتي انه كانت شي مساومات باش انك كانوا مساومات وكثيره بزاف ومبلغ خيالي اللي اي واحد راه فوق 500 مليون اللي صعبت عليا فيها عقارات فيها. ولكن انا رفضت. انا دم ولدي ما تتخيل ما نديرو حتى بثمن. ثمن ولدي ما كاينش فوق الارض الا روح هذاك السيد. يعني انا باغي القصاص. كتقتل ولدي تقتل هو. هادشي اللي بغيت وكنطلب من العداله تنصفني. هادشي اللي كاين. شنو التعليق ديالك على هاد التضامن وهاد المسانده اللي كاينه؟ الحمد لله كنحمد الله على كل شيء. كنحمد الله سبحانه وتعالى حبب فيا خلقه وحبب ولدي فيا خلقه. حمدت الله وشكرته. الله عز منه والله بغاه ولكن انا ما بغيتش الظلم. اللحظه فاش شفتي فيها المتهم ما نقولش لك اولدي حتى واحد ما غيحس بيا. الرساله ديال القضاء. الرساله ديال القضاء. انا كنطلبو كنزوق فيه وحطها ولدو ولدي في بلاصتو. هادشي اللي بغيت يكون ولدو هو هذاك اللي بات وغادي يحكم النزاهه. هادشي اللي بغيت. صافي ان شاء الله صافي. بغيت النزاهه. دير الثقه ديال القضاء. دايرها 100%. وعندي احساس بان القانون ما غاديش يخزلني. عندي احساس كبير بزاف 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 لان ولدي راه شافوا لا فيديو. العالم كامل شاف لا فيديو ديال ولدي كي مات. اللي هو تيقول لي انا عندي مصادر اخرى يجبد من عنده. انا عندي الله. عندي الله سبحانه وتعالى. انا كنشوف حتى المحامي الصديق ديالو. انا الصديق ديالو كاينين جوج محامون طوعوا ثاني. الحمد لله على ما اعطى. الحمد لله الحمد لله. عيطت ما حاولوش يتواصلوا معاك؟ تواصلوا معايا سيدي. ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه وانا رافضه هذاك الرفض بتاتا. ما دين ما ندير فيه. باغي القصاص. باغي القصاص. داكشي اللي غيعطيني يخليه عنده. داكشي اللي كاين يعاونوا بيا يدي لي حبس. شكرا. اليوم الرساله ديال الحكومه ما توصلها دوري هنا. انا الرساله اللي بغيت نوصل هي بغيتكم تبقاو مضامنين معايا لاخر لحظه. هادشي اللي بغيت. شكرا. مع الحق انا ما طلبت حتى شي حاجه. كاينين لا فيديوهات شايفينو الناس كي مات. المغرب كله شاف ولدي كي مات. المغرب كامل لا خارج المغرب ولا داخل المغرب حتى شي حاجه ما غتبدل. راه كلشي باين والعداله ما غتخزلنيش. هادشي اللي كنطلب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا التصريح الاول ديال الام صراحه وضع صادم. اول مره الام والاب كيشوفوا المتهمين. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الاب اول مره كتشوف المتهمين. اصعب الاشياء. والله خويا هذيك صعيبه شويه صعيبه. وما الحمد لله اللي تملكنا نفسنا وصبرنا واخا بقى داكشي لداخل الجمره داخل تتحرق. ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله الحمد لله ربي سبحانه وتعالى صبرنا. ترب الاسره والمهمه عندك في الزوجه تاهي تصبرها وعندك الابنه. والحمد لله الحمد لله. ولكن ربي سبحانه وتعالى وقف معنا وصبرنا وهذا خير من عند الله سبحانه وتعالى. والله ما يفعلوا الا في خير. حنا بغينا هو ياخذ الجزء ديالو. الا خد الجزء ديالو راه ديجا غادي يكون واحد شويه ديال العقاب. راه يبردنا الجمره ديالنا بعد تبرد شويه. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى. الملف تأجل الآن. تأجل 16 الجلسة 16/1/2024. إيوا نتمنى من الله الخير. وحنا عندنا الحمد لله راه عندنا الثقة في العدالة أن راه ما غاديش تخذلنا. الحمد لله راه الحمد لله على بعدا تنعرفوا ملي تنشوفوا بحال هادشي أن راه تعرفوا أن المغرب راه باقي بخير. وكاين الناس اللي باغيين الخير لهذ البلاد. وكاينين شي ناس اللي ما خصهمش يبقوا معنا. البلاد ما عندوش الروح الوطنية ولا الروح المتيح. ما عندوش قيمه المواطن الاخ ديالو الخوه هذاك ما تنظن انه ما لا مكان له بيننا. الحمد لله. الله يسقكم الصبر مره اخرى. مشاهدينا الكرام اخر التطورات في الملف. اليوم بدات الجلسه
الصدمة الكبرى أنه الأب والأم كيشوفوا المتهمين، أمور واضحة مشاهدينا الكرام. لتنوي رأي العام أكثر في الموضوع غادي نشوفوا مع الأستاذ، غادي تبعوا معايا الإطار القانوني كيفاش كتمشي المراحل في الملف الجنائي ديال بدر. مشاهدينا الكرام، بدر تقتل عدد المعتقلين 4 أو 5، الملف بيد القضاء. سوف نكون إن شاء الله متتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات القضية. بدر دكتور، طريقة باش تقتل، طريقة غريبة، سلوك مشين، البلاد خسرات هذا الشاب. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا الحوار مع المحامي ديال بدر. شكرا لكم.